اليوم سنكون معكم لنتحدث عن حقائق ما جرى، تفاصيل كثيرة ومتعددة. أعتقد أن كل مصري يشعر اليوم بالفخر والفخار. أنا أقف الآن تحية وإجلالا لشعب مصر العظيم الذي يعطي الدروس للعالم بأسره، بحفاظه على دولته، بحفاظه على وطنه، برفضه لكل مخططات التخريب والتآمر ضد مصر أم الدنيا. مصر أم الدنيا اللي هتبقى بإذن الله. مبروك يا مصريين، مبروك يا شعب مصر العظيم، مبروك يا جيش مصر البطل، مبروك لشرطتنا الوطنية وقضائنا العادل النزيه حصننا الحصين، مبروك للقائد الوطني، للبطل ابن مصر المقاتل الرئيس عبد الفتاح السيسي. رهننا على وعي شعبنا فأسقط مؤامرة الخونة، دحر كل دعاويهم الباطلة، دحرها بأحذيتهم، داس على كل الانتهازيين والمتآمرين والأفاقين وعديم المبادئ. شعبنا كتب النهاردة النهاية الأبدية لجماعة الخيانة والعار، شيحها بكل ما فيها من عملاء إلى مزبلة التاريخ. زي ما انتوا شفتوا صدعونا طيلة الأيام الماضية، قالوا الملايين هتنزل، الشوارع هتتملي، هيحتلوا الميادين، هيعملوا كل اللي هم عايزينه، هيسقطوا النظام، نهايتك يا سيسي ونهايتكم يا مصر. شماتة غير عادية، كانوا بيحلموا انهم يرجعوا السلطة تاني، اتكوا على اوجاع المصريين ومعاناتهم من الازمة الاقتصادية. لكن الشعب العنيد الاصيل المسلح بالايمان مسح بكرامتهم الارض، وخلى يوم 11/11 نكبة وعار عليهم، ودعم وتجديد الثقة في رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. حقا انقلب السحر على الساحر، تم تشييع جثمان الجماعة الإرهابية ودفنها للأبد. وظفوا الأقلام المأجورة والأبواق الفاسدة الكاذبة، جاءوا بالخونة وادوهم كل الإمكانيات من بره ومن جوه عشان يفسدوا فرحة مصر ونجاحها باستضافة مؤتمر عالمي هو مؤتمر المناخ. شوية عيال أبيضة عشان يسيئوا لأقدم دولة في التاريخ، ادعوا ادعاءات وأكاذيب على النظام وعلى الدولة وعلى السلطة وعلى الشعب وعلى كل من يتحدث أو كل من يتصدى لهم. لكن نحمد الله، نحمد الله أن الشعب المصري العظيم على وعيه وأصالته التي تميز بها طيلة حقب الزمن، كل هذه الادعاءات والألاعيب تحطمت. النهاردة يوم عيد وفرح لكل المدافعين عن الوطن، عن البلد، البلد اللي ما يعرفهاش الخونة والمتآمرين، البلد اللي تربينا فيها وعشنا على ترابها وشربنا من ماءها، البلد اللي احنا مهما اختلفها ان اختلفنا مع أنظمة أو مع حكومات عمرنا ما نختلف على بلدنا ولا على جيشنا ولا على شرطتنا ولا على قضائنا ولا على قائدنا الوطني اللي احنا عارفينه واللي وقف مع بلدنا واللي انحاز لشعبنا واللي تحمل ما تنوء عن حمله الجبال دفاعا عن هذا الوطن وإيمانا بهذا الشعب. أنا عايز أقول لكم النهاردة الشارع المصري ضرب مثال رائع لكل العالم، قال للناس أنا واعي، أنا فاهم بلدي، مش هخرب بلدي عشان أنا تعبان أو زعلان من لقمة عيش أو مستوى اجتماعي أو اقتصادي موجود نتيجة أزمات متعددة، جزء منها أزمة الإخوان اللي دمروا كل حاجة وخربوا كل حاجة ودمروا اقتصاد البلد. لا كان في كهرباء ولا كان في
ميه ولا كان في مشاكل بلا حدود، كلكم عشتوها وشفتوها. ناهيك عن المؤامرات والاقصاء واللي واللي، ما كانتش دوله. ارادوا اختصار الدوله في تنظيمهم الارهابي، اخوانت كل شيء. مصر بتاعتهم هم، مش بتاعه شعب مصر بكل فئاته الاجتماعيه وبكل ابنائه الوطنيين الشرفاء. احنا ما بندافع عن بلدنا، احنا بندافع عن حياتنا، عن حياه اولادنا، عن حياه احفادنا، عن اجيال قادمه هتحملنا في يوم من الايام مسؤوليه. انتوا سبتوا البلد ليه؟ انتوا كل واحد فيكم جري على نفسه ليه؟ انتوا ما تصدتوش ليه؟ خفتوا؟ اترعبتوا واحد يتقتل ولا غيره؟ احنا مش اقل من هؤلاء الشرفاء الذين يسقطون دفاعا عن تراب الوطن في سيناء وفي كل مكان. الاعلام المقاتل زيه زي الدبابه زي البندقيه، طلقه في صدر اي متآمر على هذا البلد. اللي ما يعرفش قيمه مصر ما يستحقش انه يكون مصري. البلد دي جوانا، في جيناتنا، في تاريخنا، في ذكرياتنا. مصر غاليه علينا، واللي مش حاسس بمصر عمره ما هيكون وطني ولا شريف ولا نزيه. يقدر يبيع، مش يبيع بلده، يبيع أسرته في سوق النخاسة، زي ما غيرنا عامل الخونة والمتآمرين بره، اللي تلاقيه بينهق مش عارف ايه، واللي مش بيتآمر، واللي بيكذب، واللي يجيب لك فيديوهات ما حصلتش. النهارده راجل جايبين على احدى قنواتهم المتآمرة فيديو قال ايه حصل ايه في السويس. طب انا اراهن اذا كان في واحد بس، واحد بس في ربوع مصر كلها خرج. بالعكس، المصريين النهارده اغلبهم قال لك حياتنا طبيعيه وعاديه، واللي قاعد في بيته قاعد في بيته يوم الجمعه. انا مشيت رحت صليت الجمعه، قعدت اتجول في الشوارع ولا في حاجه، ولا حاجه، لا شيء. انتوا متصورين انكم هتخوفوا الناس؟ انتوا متصورين انكم هتهزموا وعي الجماهير؟ اللي ياما اتحملت. امبارح كان معانا الحاجه ام محمد من جفت، ام محمد الصويني، والدها كان نائب سابق، وقالت احنا عانينا في 67، لكن عمرنا ما دعينا لانقسام الجيش ولا ثورنا على جمال عبد الناصر. بالعكس، وقفنا وطلعنا ودعمنا قائدنا في هذا الوقت. ليه؟ البلد لما تبقى في ازمه، حتى لو انت مختلف مع النظام، هو احنا ما عندناش تحفظات على اشياء واشياء واشياء؟ عندنا تحفظات، لكن وقت الجد بلدنا فيش غير كده. اتنين، مؤسساتنا. هاتولي انا كاعلامي او غيري او غيري من اللي بيدافعوا بقوه عن الوطن وعن القائد وانا بقولها. انا يمكن عمري ما قلتها في فترات سابقه الا قلتها لجمال عبد الناصر. ولما يكون في حاجة إيجابية لأي رئيس بقول النهاردة في كذا وبكرة في كذا. لكن عمرنا ما تطاولنا على مؤسسات الدولة، لا جيش ولا شرطة ولا قضاء، لأن دي الدولة، ده الكيان الوطني، دي بلدنا. ممكن حد يعمل غلطة أنتقده، لكن أحافظ على بلدي. أنا ماليش غير بلدي. انتوا بقى خونة ليكوا بقى بره، تطلعوا على تركيا، تطلعوا على لندن، تطلعوا على امريكا، براحتكم. ولكن هذه ارضي انا، وابي ضحى هنا، وابي قال لنا مزقوا اعداءنا. اوعى حد فيكم يفتكر انه يقدر ينال من الشعب ده. الشعب ده عظيم، الشعب ده محدش يقدر عليه ابدا، لا ليه كتالوج ولا حد يقدر ياخده بباطه ويمشي ولا بيخاف من حد. شوفوا حجم الالتفاف الشعبي حوالين الرئيس السيسي لما احترم القضاء وقال مش هطلع حد في قضية جنائية، القضاء هو صاحب القرار. وهقرأ لكم بعد شوية بيان النيابة العامة اللي بيكذب الادعاءات والأكاذيب، واللي طلعت امبارح أسرة المدعو المجرم علاء عبد الفتاح عشان تنتقد بيان النيابة العامة وتشكك في بيان النيابة العامة
واي وانا بقدم بلاغ على الهواء ضد كل من يشكك في بيانات النيابه العامه او يهين القضاء لابد ان ياتي ويستجوب ويحقق معاه. انتهى زمن الفوضى. اللي معانا ومع القانون والدستور اهلا وسهلا، اللي يتجاوز القانون والدستور ويهين المؤسسات والخونه اللي اشتغلوا من داخل مصر يحرضوا على 11-11 دول لازم يتحقق معاهم واحد واحد، واعتقد الجهات المعنيه تابعت اللي حصل. انا بعتقد اللي حصل النهارده مش بس تاكيد على وطنيه المصريين وحبهم لبلدهم وحرصهم عليها، ولكن ايضا تجديد للثقه في الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي. هل قرات الحدث؟ هل تابعت شعبك العظيم وهو يرد على القتلة والمحرضين الذين أرادوها فوضى وعودة إلى زمن التخريب؟ منذ البداية كنا نتوقع ما حدث، وأعتقد أنك كنت على ثقة بمواقف هؤلاء الذين عرفتهم عن قرب وأدركت أصالتهم وانحست إليهم في مواجهة القتلة والمجرمين، فحققت الحلم وأنقذت البلاد من خطر الحرب الأهلية. تحملت الكثير وأجهضت الكثير من المؤامرات، فعلت الكثير وأنجزت الكثير. اليوم جاء الشعب المصري ليجدد الثقة ويؤكد أن مواقفك وإنجازاتك لم تذهب سدى. يا سيادة الرئيس، هذا شعب أصيل يعرف من معه ومن ضده، يدرك من هم المخلصين ومن هم الذين يناصبونه العداء. تمضي الأيام، تشتد المواجهات، المؤامرات، تفتعل الأزمات، التحديات، معارك بالداخل ومؤامرات من الخارج، لكنك تبقى صامدا قويا، تبث الأمل في النفوس، تقاتل وتواجه بحكمة وحسم وبرؤية استراتيجية ثاقبة. يا سيادة الرئيس، قد نعترض على بعض المواقف، قد نشكو من تداعيات الأزمة الاقتصادية وغيرها، قد نتساءل عن بعض الأمور التي لا تعجبنا، قد ننتقد ونطرح وجهات نظر قد لا تعجب بعض أهل الحكم، لكننا في الأزمات والمواقف معك في الخندق. لا أحد يستطيع أن ينكر ما تعهدت به منذ البداية. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا، قلتها في زمن الإخوان في 28 إبريل 2013 في نادي الجلاء. هل تتذكر؟ هل تتذكر عندما كنا جميعا من الصحفيين والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة نجلس نستمع إلى كلماتك؟ يومها تساءلنا، إيه اللي بيقوله القائد العام ده؟ هو ناسي إن اللي بيحكمنا الإخوان؟ وإن الإخوان خلاص سيطروا وهيمنوا؟ لكنك كانت لديك ثقة غريبة، كأنك كنت تقرأ المستقبل، كأنك كنت تبث الأمل في النفوس، كأنك كنت تدرك ما تخبئه الأقدار. نعم، تحملت الكثير في زمن الإخوان، حافظت على مفاصل الدولة، رفضت أن تكون كما أرادوك، لكنك كنت كما أردناك. كنت تأخذ مواقفك في صمت، لا تنتظر جزاء ولا شكورا. نظلمك عندما نتحدث فقط عن موقفك التاريخي في 3 يوليو 2013. نعم، كنت حاضرا منذ البداية، منذ أحداث ثورة 25 يناير جنبا إلى جنب مع المشير طنطاوي رحمة الله عليه.
أنا شاهد على ذلك وغيري كثيرون. كنا ندرك تماما حقيقة مواقفك العظيمة والرائعة. نتذكر كيف كان غضبك يوم الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 73، عندما جاء الإخوان بجيوش مجيشة من القتلة والمتآمرين. كنت غاضبا وأعلنت عن غضبك وأبلغت محمد مرسي وكل حواريه. نتذكر موقفك في 22 نوفمبر 2012 عندما أعلن مرسي وأصدر ما يسمى بالإعلان الدستوري الانقلابي الذي بمقتضاه سيطر على السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية أيضا. لكل ذلك كنا ندرك تماما أنك لن تصمت، ولذلك كان اتصالك الهاتفي بمحمد مرسي في هذا الوقت. لقد حذرته من مغبة ما يجرى وطالبته بالتراجع، لكنهم لم يستمعوا إلى كلماتك. حاصروا المحكمة الدستورية وعزلوا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وأصدروا ما يسمى بقوانين الثورة التي بمقتضاها أرادوا محاكمة الجميع وإعادة القضايا التي حكم القضاء فيها ببراءة الآخرين. ثم جاءت أحداث الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. منذ البداية رفضت أن يعتدي الجيش على المتظاهرين، واتفقت أنت واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء محمد زكي في هذا الوقت قائد الحرس الجمهوري، وكان موقفا رائعا عظيما. هل تتذكر يا سيادة الرئيس يوم أن خرجت أنت واللواء أحمد جمال الدين متكاتف الأيدي في 22 نوفمبر 2012 بعد أن حاول الإخوان الزج بالخلافات ما بين الجيش والشرطة؟ كانت رسالة للجميع أن الجيش والشرطة في خندق واحد دفاعا عن الوطن. يومها انزعجوا، يومها أنت أثرت غضبهم ووضعوا علامات استفهام كثيرة، لكنك كنت تمضي في طريقك. بيان في 8 ديسمبر 2012 باسم القيادة العامة للقوات المسلحة تحذر فيه من الخلافات التي تؤدي إلى انهيار المؤسسات، كانت رسالة قوية. يومها عندما دعيت إلى حوار وطلبت من مرسي الموافقة ووافق، تدخل الإخوان وتدخل مكتب الإرشاد وأحبطوا هذا الحوار في هذا الوقت، لكنك ظللت على يقينك وكنت تسعى دوما إلى حماية الدولة وحماية مؤسسات الوطن. مضت الأيام، رفضت توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع إيران وقلت أن أمننا القومي العربي كل لا يتجزأ. مواقف كثيرة أبرزها ما حدث في يونيو قبل مظاهرات يونيو 3 2013. رفضت أن ترسل بجيشنا ليقف مع الإرهابيين في سوريا ضد نظام بشار الأسد. قلت أن الجيش المصري مهمته حماية الأمن القومي. ذهبت إلى مرسي في 22 نوفمبر لتحذره، لكنه لم يستمع الكلام، فكان بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الذي كتبته بيدك وأنت جالس في احتفالية القوات المسلحة في هذا الوقت في الندوة التثقيفية التي كانت موجودة في هذا الوقت، وأعطيت مهلة أسبوع لجميع الفرقاء. ومن يقرأ محضر اللقاء بينك وبين خيرة الشاطر وسعد الكتتني في هذا الوقت يعرف من هو عبد الفتاح السيسي. تمضي الأيام، تحدث الثورة، تقف بكل إيمان وبكل قوة أنت ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم جنبا إلى جنب
دفاعا عن المتظاهرين وحماية لهم. كان جيش مصر العظيم وشرطة مصر الباسلة تضرب المثل. اجتمع الثلاثي في خندق واحد، الشعب والجيش والشرطة، وكان للقضاء وقفته في 23 يونيو عندما اتهم مرسي بالخيانة في القضية الشهيرة التي حكم فيها المستشار خالد محجوب. من يقرأ محضر اللقاء بينك وبين مرسي في 1 و2 يوليو الذي كنت فيه واضحا ومحددا وحذرتهم، ثم البيان الذي قرأه المقدم ياسر وهبة في هذا الوقت في 1 يوليو 2013، والذي أعطى مهلة باسم القيادة العامة وباسم القائد العام 48 ساعة. لم تكن متآمرة، بذلت كل ما يمكن بذله، لم تستبعد أحدا يوم 3 مليون، ولكنهم هم الذين استبعدوا أنفسهم. يومها أشفقنا عليك جميعا، يومها قلنا إن الرجل وضع روحه على كفه وأصبح عرضة للمؤامرة. هل يعرف الناس هذا الأمر؟ هل يدرك الكثيرون ماذا فعلت؟ هل يعرفون ما كنت تقوم به في السر؟ ربما قلوب الناس تعطيهم هذا الإحساس بأننا أمام شخصية وطنية مهتمة بمصلحة الوطن قبل الذات. ومن يدرك تماما تفاصيل ما حدث، وهي كثيرة ومتعددة، لو فضلت أحكي فيها يومين مش هخلص، لكنك يا سيادة الرئيس، وأذكرك، يوم 31 أكتوبر 2013، عندما التقيت سيادتك وكنت قائدا عاما للقوات المسلحة، وكان لقاء محدودا في الصالون، وقلت لك مش ناوي ترشح يا سيادة الرئيس. قلت عشان أي حد يترشح، المصريين بياخدوا 10% من احتياجاتهم، اللي بياخد اللي احتياجاته 100 جنيه بياخد 10 جنيه. المؤسسات تأكلت، منظومة القيم انهارت، ومع ذلك قبلت وارتضيت، التففنا حولك، وكنت صادقا منذ البداية عندما تحدثت عن وضع البلد والحالة التي فيها البلد، وأنك ستكون مقدما على إجراءات ومواقف تعيد التوازن إلى البلاد. بدأت رحلة البناء الكبيرة، أكثر من 7 تريليون تم ضخهم في هذه المشروعات الكبيرة. شعر أبناء الصعيد في أقصى الجنوب، وأبناء مرسى مطروح في أقصى الشمال، بهذه الإنجازات الكبيرة الضخمة. في كل مكان، سيناء التي اقترحت أن تكون عاصمة اقتصادية بعد أن بدأت إجراءات عديدة لتنظيفها من الإرهاب، 1 مليار جنيه كان بيتصرف شهريا من أجل أن تعود إلينا سيناء التي اختطفها المتآمرون وفرضوا هيمنتهم على أهل سيناء، هؤلاء الأبطال الذين وقفوا جنبا إلى جنب مع الدولة الوطنية. وحققنا انتصارات عديدة، وأقمنا مشروعات من الكبرى لحياة كريمة، وبدأنا مشروعات في الصناعة والزراعة، وتعهدت بتحقيق الاكتفاء الذاتي. لكن الأزمة الصعبة كورونا واقتصادات الدول الناشئة في 2018 وما جرى، ثم الأزمة الأوكرانية الروسية، من المؤكد أنها أحدثت مشاكل كبيرة ليس في مصر فقط ولكن في كل دول العالم، ومع ذلك ندرك بالمعاناة ونشعر بحجمها وبانعكاساتها على المواطنين، لكننا على ثقة أن هذا الواقع سيتغير، وعلى ثقة أن هذا الوطن سيكون مثلا وقدوة. وانظر إلى ما يحدث في قمة العالم، قمة المناخ على أرض شرم الشيخ، انظر إلى مقولة
الرئيس الأمريكي بايدن التي أطلقها منذ قليل: مصر أم الدنيا. نعم، مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا بالقائد الوطني وبمؤسسات الدولة وبالشعب المصري العظيم. يا سيادة الرئيس، ما تزعلش من بعض المتطاولين والمتآمرين، فكل هذا الغثاء لا أحد. اوعى تفتكر ان شعبك بينكر اللي انت عملته، اوعى تفتكر ان غضب الناس من الاوضاع الاقتصادية معناه الناس بتقلب عليك. لا، احنا شعب وقت الجد بتلاقينا رجالة، نساء ورجالا، لا ننكر الجميل ابدا، ونعرف من هو الخائن والمتآمر ومن هو الوطني الشريف، ونحسبك قائدا وطنيا شريفا نزيها همك على هم البلد، حياتك رهنتها للبلد، إيمانك بالبلد إيمان عميق، ومستعد أن تسمع الرأي الآخر. وثق يا سيادة الرئيس، من قلبنا هنقول لك الرأي والرأي الآخر، واحنا عارفين انك ما بتزعلش، يمكن في غيرك يزعل لكن انت ما بتزعلش. ومنصة الحوار الوطني تأكيد على هذا الأمر، انك بتسمع الكل وبتحاول تلم الكل. وعايز اقول لك سيادة الرئيس، موقفك من قضية المجرم علاء عبد الفتاح ودفاعك عن القضاء ورفضك لكل الضغوط والتحديات والإدعاءات والأكاذيب خير مثال على أنك تحترم مؤسسات الدولة، خير مثال على الوطنية والعزة والكرامة. النهاردة انتصار لمصر أولاً، وانتصار للقائد الوطني عبد الفتاح السيسي اللي ما بيفضاش دقيقة دلوقتي في شرم الشيخ وقاعد يلتقي الجميع ويتحاور ويتناقش من أجل قضية محورية العالم كله بيشتكي منها، والحلول بإذن الله هتكون من هنا، من أرض مصر، أرض مصر الطاهرة العظيمة، أرض مصر اللي بتلفظ كل خاين ومتآمر، أرض مصر، أرض الحياة، أرض التاريخ، أرض الجغرافيا. بعد شوف الحقد على البلد، شوف الألسنة الزفرة المسمومة اللي مش ممكن تكون شربت من مية نهر النيل، ولا يمكن تكون كلت وأطعمت من خيرات هذا البلد، ولا يمكن تكون اتولدت على تراب هذا الوطن. دي أشكال لا يمكن أن تكون لها علاقة بالوطنية. وأنا وريتكم قبل كده كانوا بيقولوا إيه وبقوا بيقولوا إيه. دول مش متلونين، دول خونة، دول يجب أن يعاملوا كخونة. وأنا عايز أقول لكل واحد بيتشتم من القنوات دي يروح يعمل بلاغ في مباحث الإنترنت عشان نعرف نجيبه بالإنترنت، نعرف نجيبه بالإنتربول. أنا بعمل ده، لازم كل واحد يتم التطاول عليه، وبدعو برضو مؤسسات الدولة لما واحد يحرض على قتل ضباط الجيش أو الشرطة ده لازم يتعمل ضده بلاغ وياخد دوره في القضاء عشان نعرف نجيبهم، لأن دي جرائم جنائية مش سياسية. على كل حال، أنا لسه بس المهندس حكيم عبد الناصر بعت لي بيقول لي والله اطلق من على القناة، اتبرع بجنيه لبناء مستشفى 11/11 لعلاج شلل الإخوان. اه والله، يعني مسألة ساخرة لكن دي حقيقة. دول تشلوا، دول متصورين انه بتآمرهم وخياناتهم وارهابهم قادرين على انهم يفرضوا سطوتهم. انتوا انتهيتوا خلاص. واذا كان في عناصر هاربة ولا ذئاب متفردة ولا غيره ولا غيره، لن يكون لهذا الصنف وجود على ارض هذا الوطن. الوطن ده نظيف، عايز الوطنيين الحقيقيين الشرفاء اللي بيحبوا البلد دي، اللي بيحبوا كل فئات المجتمع اللي موجود فيه. على كل حال، ده مش أول فشل، ده سميه فشل للمرة العشرين للتلاتين خلال السنوات التسع الماضية. يعني أنا بعتقد إن الإخوان ما فعلوه والدعوة التي فعلوها جعلت السحر ينقلب على الساحر، وأصبحوا الآن أمام العالم. يا ترى النهاردة هيقولوا إيه؟ هيقولك إيه؟ الشرطة قبضت عليهم، على المتظاهرين يعني، وحطتهم في زنزانة مثلا، ولا منعتهم،
الوضع كان موجود. ما حصلش ان واحد بس حتى من خلاياهم النائمه طلع قال انا موجود هنا، او خرج يحتك او يتظاهر. ما حصلش. الشعب المصري عظيم، اداهم درس، وزي ما بقول جدد الثقه بالرئيس عبد الفتاح السيسي قبل الانتخابات بتاعه 2024، وبيقول لك يا ريس احنا معاك في الخندق، سر على بركه الله، احنا واثقين فيك، واثقين في اللي انت بتعمله لمصلحه مصر، واثقين في ان الدوله دي هتعدي كل الازمات وكل المشاكل. دعوات الفنكوش دي ارتدت عليهم مش لصالحهم، ارادوها لصالحهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ووعي الشعب المصري العظيم كان السبب في هذه الفضيحه اللي هم عايشينها. يمكن اي واحد فينا له تحفظ على حاجه على غيره، دي بلدنا نتكلم جواها، وبنتكلم في برامجنا، نتكلم في مجلس النواب، نتكلم في كل مكان، لكن المهم الحفاظ على الوطن والحفاظ على الدوله المصريه. تعالوا نشوف فيديو ثم وسيسي نجمه في السماء، وسيسي لسه مجتمع ببايدن، وامبارح كان مع نانسي بلوسي طلع حط ايدها في ايده وبتقول له يعني مصر واحد الامن والاستقرار. ده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل ادعاءاتكم وكل اكاذيبكم لا اساس لها من الصحه، كل توقعاتكم توقعات خيبه لا تقرا الواقع قراءه صحيحه. مجموعه من الابواق الفاسده المتامره الخائنه بره بتبث كل يوم ضخ اعلامي على عقول المصريين. بس المصري ناصح وعارف انتوا مين، وعارف خرجتوا ازاي، وعارف كنتوا ايه وبقيتوا ايه، وعارف مهما اتكلمتوا ملوش قيمه. السيسي موجود، قائد وطني متحمل مسؤوليه وسط شعبه، واخد ايده بايد الشعب المصري، وبيخوض بيه تحديات كتيره جدا، هدفها ان مصر تبقى رقم مهم في معادلة العالم ده. وبنشوف ده بتكتيك وبرؤية استراتيجية وبواقع عملي بنراه على الأرض، أما أنتم فلا. هاشتاج محدش نازل تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، محدش نزل وشارك ملايين المصريين بالتغريدات القصيرة الساخرة، ومن بينها حاجات كتيرة جدا يعني شفناها، في مثلا كلام عامل يعني نجوى صلاح بتقول دويتو الشعب فين يا حازم، والله طريق تعامل الشعب المصري هتفضل توب تقريبا. عندي سمية رشدي من جمال وعظمة التكنولوجيا ان الثوار دلوقتي او ان الثورة دلوقتي بقت على الانترنت فقط، اما شوارع مصر كلها هادية وجميلة ورايقة واخر حلاوه، انزل بقى وشوف مشاويري كل ثوره وانتم مقهورين. عندي عمرو صابر انا وقاعد مستني الثوره محدش نزل. عندي محمد عادي يا جماعه لو ما نفعتش 11 11 ممكن تعملوها 12 12 او 13 13 بتحصل في احسن الثورات. الهواري بيسخر من المقاول الهارب وواصف حاله في 11 11 20 50 وهو مستني الثوره. أهلي وناسي مش هتنزلوا بقى. عندي كمان مولي 11 11 مش شغالة يا جماعة، نشرب قهوة أحسن. عندي كمان سحر رسلان أنا عاملة ثورة هناك عندي في البيت على الضيق كده، وجايبة شوية بومب وطوب ومولوتوف. عندي نبيل جاد يا شباب هي الثورة هتشتغل الساعة كام؟ أنا بدور على الثورة من الصبح مش لاقي حاجة، الشعب المصري مش واخد الثورة جد، كلها هزار وقلش بوظها خالص محدش نزل. سامح انديل شعبنا ملهوش حل، كل المحلات مشغله اغاني وطنيه تسلم الايادي محدش نزل. ناصر المصري يا ترى ايه المناسبه الجايه اللي هتعمل فيها ثوره على الكيبورد واللابتوب والموبايل يا حلوين. عندي كمان عنود سعوديه انباء عن تاجيل الثوره الى 11 11 2011 موعد مع الحرية بالملوخية.
تم تأجيل الثورة ل 2050. عندي خيري عاطف. طب حد يعمل ريستارت يا جماعة، يمكن ريستارت يا جماعة، يمكن الثورة مهنجة مهنجة. عندي كمان عمدة، الجو هادي خالص والدنيا هص هص. عندي أرسطو كده، ضحكنا عليهم مرة في 2016 ومرة في 2022 وخلناهم ينزلوا على الفاضي 2-0 للشعب المصري. عندي عماد رمضان، مهما كان حالك بائس لن يكون أكثر بؤسا من إخوانجي يشاهد تغريدات هذا الهاشتاج. عندي أمنية صلاح، 11-11 مش شغالة يا مولانا، بقول لك مش شغالة. عندي أحمد، ما شفت الثورة وانت جاي معدي على ميدان التحرير من فوق كده. عندي يعني الحقيقة حاجات كتيرة جدا، بس ده كله يؤكد حاجة واحدة، ان الشعب المصري العظيم ده فاهم كل حاجة. طيب لما نقول هذا الكلام يبقى احنا على ثقة من ان وعي شعبنا هو الحاكم في الامور، وزي ما اقول لكم حتى لو الشعب بيعاني بس يهمه بلده، يهمه بلده، ما تتخربش بأي حال من الأحوال. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر. فارع عن المدعو المجرم علاء عبد الفتاح وأكاذيبه، وقال إيه؟ إنه مضرب عن الطعام من 200 يوم وإنه عنده أمراض وحاجات كتير. طيب وأخته فضلت تقول لك ده ليه 5 أيام ما بيشربش، يعني أنت لو قعدت يوم ما تشربش مية هتتكل على الله. إنما الإدعاءات والأكاذيب اللي بنشوفها من أخته ومن أمه ومن أسرته دي الحقيقة ردت عليها النيابة العامة. النيابة العامة امبارح اصدرت بيان بيوضح الوضع الصحي للمجرم المحكوم، اكدت فيه كذب كل هذه الادعاءات، وقالت ان تقرير اللجنه الطبيه المكلفه بالكشف عنه امبارح اشارت ان يعني كل صحته في الاطار الطبيعي، واستنتجت بذلك انه اضرابه عن الطعام والشراب مشكوك في صحته. دي اللجنة الطبية المشكلة من النيابة العامة. النيابة العامة قالت إنها تلقت كتابا من القطاع المعني بهذا الأمر يفيد إصرار رفض النزيل أو المحكوم علاء عبد الفتاح عرضه على المركز الطبي، رفض أو توقيع الكشف الطبي عليه. وبناء على ما حدث أمر النائب العام بانتقال أحد رؤساء النيابة لسؤال هذا النزيل والتحقيق في شكواه. كانت طلباته ايه اللي قالها للنيابة؟ السماح له بالاستماع الى الموسيقى والراديو والاطلاع على المجلات والصحف اليومية وارتداء ساعة يد وتمكينه من زيارة ذويه خارج الغرف الزجاجية المخصصة لعقد زيارات النزلاء، برغم ان ده بيخالف المعمول به في لوائح مراكز التأهيل. قال بيان النيابة العامة ان علاء عبد الفتاح قال يعني انه بيشعر براحة نفسية بعد نقله الى مركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون 2 المطور اللي موضوع بيه حاليا واللي قلت لكم امبارح ده منتجع، بسبب دخول الشمس بالغرفة المودع بها ونظافتها ومعاملته باسلوب لائق والسماح له بدخول الكتب والتريض يعمل رياضة. قالت النيابة العامة في بيانها ان علاء اتبع نظام السعرات اليومية المحدودة وحالته مستقرة، قالهم يعني بلاش اخد اكل عيش لكن اكل مثلا لحمة، اكل فاكهه بلاش اكل كذا عشان يبقى فيه سعرات محدده، يعني ما اضربش ولا حاجه. النيابه عينت محبس علاء ووصفته بحجره كبيره يشاركه فيها 3 نزلاء، دنا في سبتمبر 81 كنا 23 واحد في زنزانه يجوب مترين في 3 امتار ونتحبس 23 ساعه ونص، ناخد بس نص ساعة نطلع على الحمام ونيجي تاني 23 ساعة ونص ما نطلعش، 23 واحد في زنزانة يعني. والزنزانة دي اللي ما عند علاء ملحق بها دورات مية خاصة ومخصص للنزيل فيها فرشين يعني، أحدهما ممتلئ بعدد كبير من الكتب والمجلات بلغات مختلفة، ووجد معه عدد من العقاقير الطبية عبارة عن فيتامينات ومكملات غذائية ومحلول ملحي للجفاف. بعد اطلاع النيابة على دفتر الزيارة تبين أن ذوي علاء عبد الفتاح يعني أهله بيزوروه بشكل دوري، وقد قاموا بزيارته مؤخرا 3 مرات في أكتوبر الماضي،
ثلاث مرات. الكذابين، هو انت عايز كل دقيقه؟ مش في لوائح للسجون؟ ومره في 7 نوفمبر الجاري ده اول اسبوع خد مره. وقالت النيابه انها اطلعت ايضا على الملف الطبي الخاص به والذي تبين من خلاله انتظام اجراء الفحص الطبي له وعدم معاناته من اي امراض. ده بيان النيابه العامه. هتشكك فيه، هتكذبه، هتاخده امر زياره وتروح وتشوفوه. ده الواقع. النيابه العامه هي مصلحتها في انها تكذب. تكذب ليه؟ ما ده الواقع. انتوا بتصوروا الدنيا ليه؟ عشان تاخدوه وتطلعوه من القضيه الجنائيه دي وتطلعوا بيه على لندن وتشتغلوا من هناك. هو ده الموضوع. انما لما يبقى في حكم جنائي، ما في ناس محبوسه. وانا اتكلمت قبل كده عن ناس محبوسه في قضايا اخرى. وناس كانت ملء السمع والبصر. وانا قلت الحاج احمد الحاج سيد سوركي محبوس وراجل عنده 77 ولا 88 وعيان. حسن راتب محبوس وعيان. محمد الامين محبوس وعيان. ما بتطلبوش ليه بالناس دي مثلا يعني؟ وغيره 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 وغيره. اشمعني ده؟ اشمعني ده النهارده اللي مولع العالم عنه؟ دي قضيه جنائيه يا عم الحاج. يمكن في ناس من اللي قلتها ولا ليه يعني السوركي ده ولا عنده قضيه مثلا وبيشتكي. لكن في اجراءات عندهم. السيد الرئيس يقدر يدي عفو وفق معايير محدده، مش عفو لاي حد. انت في قضيه جنائيه وصدر ضدك حكم بات ونهائي، طب هتعمل ايه؟ رئيس الجمهوريه قالها بشكل واضح. ده رئيس الوزراء البريطاني: عليكم ان تحترموا القضاء المصري العادل والنزيه ولا تتدخلوا في شؤون الدوله المصريه. رجل وطني وكلامه يعني اشياء كثيره لمن لا يريدون ان يفهموا. النهارده شفنا مظاهرات في لندن وفي عواصم كثيره جدا بتدعم موقف مصر وبترفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبترفع صور علم مصر. ده ماذا يعني؟ يعني ان الراي العام في مصر داخليا وخارجيا، انا بتجيني رسائل من الخليج وغيره وغيره وغيره، قولوا لنا نعمل ايه عشان مصر؟ حافظوا على الراجل ده، اقفوا معاه. النهارده صوره مصر في كل انحاء العالم من مؤتمر المناخ. النهارده الاداء اللي بتاديه الدوله المصريه فخر لكل مصري. مصر النهارده سمعتها واسمها في السماء، واسم قيادتها يملا الافاق بالاداء الرائع اللي احنا بنشوفه على ارض الواقع. عشان كده احنا بنقول للجميع ان الشعب المصري بيضرب مثل لكل الباحثين عن المثل والقدوه. الشعب المصري قدوه لكثير من شعوب العالم اللي مطلوب تحافظ على بلادها على اوطانها. تظاهر سلميا في قانون، مش في قانون اقره الشعب، اقره مجلس الشعب، قانون التظاهر، مش في قانون. عايز يتظاهر في شروط معينه تخطر يتم الموافقه تاخد الاجراءات العمليه، انما الهيصه اللي احنا شايفينها مش موجوده. النهارده انا بوجه كل الشكر والتقدير لرجال الشرطه المصريه وللسيد الوزير محمود توفيق على هذا الاداء الرائع والحرص على امن البلد والتعامل مع اي حد في شارع ماشي في غيره في مشكله بكل موضوعيه. النهارده كان يوم مثالي حقيقي. رجال الشرطه الحريصين على امن هذا الوطن، قيادات الشرطه في كل مكان من الصبح، لان قضيه الامن والاستقرار ده عبء عليهم وتكليف ليهم. وكانت تعليمات السيد وزير الداخليه ليهم الحرص على التعامل، حتى لو حد طلع مظاهره الحرص على التعامل طالما انها في اطار القانون. حد يخرب حد يدمر دي حاجه تانية. ولذلك كان الشعب المصري عظيما. وكنا نشوف رجال الشرطه والمواطنين ازاي بيتعاملوا النهارده، والناس بتدعي لهم ازاي، والناس بتتكلم وهي في الشارع بالحرص على الوطن ازاي وباجهاض هذه المؤامره ازاي. وعشان كده بنقول لكم
بلدنا بإذن الله هتتقدم. شوفوا الجالية المصرية في بريطانيا النهارده عملت وقفة جميلة بتأيد فيها الرئيس وبتأيد فيها الدولة. الوقفة دي كانت النهارده قدام السفارة المصرية في لندن، تضامن مع الدولة المصرية ضد هؤلاء المتآمرين، واللي لندن أحد مراكزهم الأساسية، لندن، فرانكفورت، تركيا، المناطق دي. ودي مواقف الحقيقة يعني إن قلنا عليها فنقول المصريين دايما قلبهم مع البلد جوه وبره. كل التحية وكل التقدير. طيب نفتح التليفون نسمع بعض الاتصالات المهمة. معانا سيادة الفريق أسامة المندوه النائب الأول لرئيس المخابرات العام الأسبق وأحد أبطال الحرب، حرب أكتوبر 73، اللي عامل كتاب خلف خطوط العدو اللي بيشرح فيه إزاي قعد فترات طويلة خلف خطوط العدو وهو يكافح ويناضل من أجل هذا الوطن. سيادة الفريق اتفضل يا فندم، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك يا فندم، اتفضل. أنا النهاردة مش هتكلم كأحد أبطال حرب أكتوبر أو بطل خلف خطوط العدو أو أنس العام مصر في إسرائيل السابق. أنا هتكلم بصفتي مواطن مصري بيحب بلده زي ملايين المصريين. نعم. يعني احنا النهاردة 104 مليون. نعم. كلهم بيحبوا مصر. نعم. أنا الحمد لله اتيحت لي الفرصة علشان أعيش أحسن فترات في تاريخ مصر وأسوأ فترة في تاريخ مصر. أحسن فترة في تقديري هي الفترة اللي من 67 ل 73، اللي هي فترة الست سنوات بتاعة حرب الاستنزاف. اللي الشعب المصري كله وقف خلف قيادته بالرغم من النكسة والهزيمة بتاع 67. الشعب وقف خلف قيادته رافضا الهزيمة وداعما القيادة حتى تحقق النصر في اكتوبر 73 وانتصرت الإرادة المصرية. صحيح. أما أسوأ فترة بقى شفتها في حياتي هي الفترة من 2011 و2012 والنصف الأول من 2013. نعم. الفترة دي اختفت فيها الكثير من القيم وضاعت هبة السلطة. صحيح. مش بس هبة السلطة، ضاعت هبة الدولة. نعم. والدولة بقت منتهكة. وحلت البلطجة وفقدنا كلنا أهم نعمة ربنا بنعمها على البشر. نعم. هي نعمة الأمن والأمان. نعم. في الداخل وانتهكت حدودنا، حدودنا كانت منتهكة مستباحة. نعم. سواء في الشرق مع غزة أو في الغرب مع ليبيا. نعم. الفترة دي الكئيبة اللي الشعب وضع لها نهاية ووقع شهادة وفاة لها امتى؟ في 30 يونيو 2013. صحيح. بتوقيع الملايين من المصريين. دي شهادة وفاة نهائية. نعم. النهارده الجمعة 11/11. نعم. بتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة. نعم. اللي من أول يوم تولى فيه المسؤولية، مش عايز أقول السلطة، تولى فيه المسؤولية، حط قدامه هدف. هو دعم القوات المسلحة المصرية. نعم. وأن تكون لمصر قوات مسلحة قوية تملك قوة رادع. وجربناها. صحيح. جربناها لما عدد من المصريين اتعرضوا على يد جماعة إرهابية في ليبيا للقتل، كان الرد حاسم وسريع من القوات الجوية المصرية. صحيح. الاختبار الثاني لما حدث تدخل في ليبيا احنا حطينا خط أحمر. ايوه. عايز اي حد النهارده يقول لي ان تم اجتياز الخط الاحمر حتى النهارده، حتى اليوم ما تم اجتياز اجتياز الخط الاحمر اللي حطيته مصر. قوة الردع لقواتنا المسلحة تجعل اي واحد في دماغه كده المساس بالمصالح المصرية في الداخل او الخارج يفكر الف مرة ومرة. نعم صحيح. قبل ما يقدم على هذا العمل. النهارده 11/11 الشعب برضه بيوقع شهادة فشل لمروجي الإشاعات ودعاة الفوضى والكارهين لمصر. الشعب المصري يا أستاذ مصطفى شعب ذكي. نعم. ومش ممكن يتلبك مرتين من جحر واحد ومن نفس الشخص، معقولة؟ نعم نعم. الفترة الكئيبة جربها الشعب مرة.
ولن يسمح بتكرارها مرة أخرى. صحيح صحيح صحيح. أنا عايز أقول في قاعدة أو يعني تحطها حلقة في ودانك أو أنا أو الشعب المصري كلها حلقة في ودني. مفيش حد في الدنيا بيحترم الضعيف. أيوة أيوة. مفيش حد في الدنيا بيحترم الضعيف. وزي ما بقول دايما الضعف دعوة للعدوان. صحيح. الضعف دعوة للعدوان. فلنقف خلف القيادة. ونقف داعمين لقواتنا المسلحة وأجهزة الأمن وأجهزة الشرطة حتى يعيش الشعب المصري بعد كده في رخاء. شكرا ليك. شكرا ليك سيادة الفريق أسامة المندوه، ألف شكر على كلامك المحترم اللي يعني بيعبر بالفعل عن المشاعر الوطنية الحقيقية من واحد من الرجال اللي احنا بنفخر بتاريخهم وبنفخر بمواقفهم الوطنية. معنا اللواء أيمن السيسي نائب مدير أمن سوهاج السابق. سيادة اللواء تفضل. مساء الخير يا مساء النور. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب يا فندم. سامعين كلهم بخير. أهلا. سامع حضرتك من امبارح بتتكلم عن النزيل أو المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح. نعم. عبد الفتاح. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا كان عامل في قطاع مصلحة السكون سنة 2011 قبل ما أترقى يعني لنائب مدير أمن سوهاج. كان المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح موجود عندي في سجن القاهرة في طرق. وعايز أوضح لجميع الشعب المصري والسادة المشاهدين جميعا إن من ضمن الحاجات اللي حصلت في هذا التوقيت إن الدولة المصرية ووزارة الداخلية سمحت للمدعو علاء عبد الفتاح اللي هو بيقول إن إحنا بنقل من حقوق الإنسان وبنقل من وبنعذب وغير وغير وبنعذب وبنعمل إن دوت كان في دايرة انتخابية أعتقد كانت أياميها لانتخابات مجلس الشعب كانت دايرته مدرسة التحرير الابتدائية في ولاية الدكرور. نعم. وكان علاء متهم في القضية 391 حصر أمن دولة عليا. نعم. انتقلت لسجن القاهرة بترى في تاريخ 15/12/2011 دي في انتخابات مجلس الشعب. نعم. اللجنة الخاصة بانتخابات مجلس الشعب والإعادة بتاعتها كانت في 22/12 وانعقدت اللجنتين في المقر الانتخابي بسجن القاهرة تحت إشراف مساعد أول وزير لقطاع مصلحة السكون الشخصية ومدير الإدارة العامة للمنطقة المركزية. يعني جابوا له لجنة خاصة عشان يدي بصوته. وأدلى بصوته بالانتخابات. نعم. كان في الايام دي برضو شقيقته اللي هي برضو عملت مشكله في المؤتمر كانت بتيجي ومعاها بعض الناس اللي يقال او بتسميهم هي حقوقيين وبعض اللي نقول عليهم يعني بعض الناس اللي بتدعي لهم حقوقيين وكانوا بيحبوا يخشوا السجن زيارات زياده عن الزيارات المخصصه للمدعو علاء عبد الفتاح وده كان في التوقيت اللي هي فيه يعني في انفلات امن. نعم. وفي برضه الشرطه مش متواجده كده في الخارج برضه والتامين كان فيه يعني حته انفلات كده شويه يعني البسيط. عايز اقول لحضرتك ان مين اللي تصدى للناس دي ومنعوهم واحنا بعدناهم عنهم لان احنا عايزين الشعب المصري يكون كتله واحده ويكون الناس كلها تحب بعضيها الناس. نعم. اهالي طرق اهالي. نعم. طرق لما حسوا ان الناس دي عايزه تخش السجن وتزور زيارات غير مستحقه الناس دي تصدت ليها واحنا خرجنا يعني قلنا الاهالي طول ابعدوا عنهم ان شاء الله وهم هيمشوا ومشوا كذا مره وكان علاء عبد الفتاح بيراعى من الناحيه الصحيه والناحيه المعيشيه والناحيه التسكين وزي ما حضرتك قلت كان 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 زمان السجون كان بيبقى فيها 23 و24 واحد في الاوضه في الفتره ديت اللي انا عايز اثبت الكلام دوت انتقل للسجون منظمات من منظمات حقوق الانسان كتير لان المنظمات دي كان جت في تاريخ 9 في تاريخ 9 جابت منظمه جت لجنه حقوق الانسان من مجلس النواب كان نائب محمد عمر السادات وكان المسجون الاخواني نائب في غزه توقيت البلتاجي والنائب محمد عامر ومحمد شرف ويوسف بدري وانتقلت اللجنه ولجان اخرى واخرى من لجان الاستاذ حافظ ابو ساعده ولجان كان فيها الاستاذ ماجد عباس كان فيها عده لجان انتقلت لسجن طره
واثبتت جميع اللجان ديت في ذلك التوقيت حسن معامله المساجين ومثبت الكلام دوت في سجلات تلك اللجان وفي سجلات سجن طرق. بقدم التحيه لسياده وفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بعد كده عمل استراتيجيه حقوق الانسان. استراتيجيه حقوق الانسان ديت اللي هي نفذتها ونفذت تعليمات سياده الرئيس وفخامته وزاره الداخليه، لان الشرطه المصريه جزء من الشعب تعمل على حمايه الارواح والممتلكات وانفاذ القانون وتقديم خدمه امنيه متميزه للمواطنين وتراعي حقوق الانسان في اطار الدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان. شقي وتعب جميع اجهزه وزاره الداخليه خاصه الساده المسؤولين بقطاع مصلحه السجون اللي هو دلوقتي ما بقاش اسمه قطاع مصلحه السجون، اسمه قطاع الحمايه المجتمعيه. برئاسه اللواء طارق مرزوق. برئاسه كابتن اللواء طارق مرزوق وسياده اللواء يونس والناس المحترمه اللي هي شيت وتعبت ما عادتش في مكاتبها عشان تاسس قطاع الحمايه المجتمعيه. صحيح. منهم السجن اللي حضرتك السجون اللي حضرتك قلت عليها سجون وادي النطرون التأهيل اللي هي كل مسجون بقى ليه سريره وليه مكانه وليه المايه السخنه وليه الساعه والتلفزيون وليه وده اللي اكد عليه السيد وزير الداخليه اكثر من مره. انا بشكرك. ده اللي حاصل فعلا. نعم. في عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اخيرا ان الشعب المصري واعي وتحيا مصر. تحيا مصر. شكرا سيادة اللواء ايمن السيسي نائب مدير امن سوهاج السابق. معانا دكتور محمد عبد المقصود من القاهره. دكتور اتفضل. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. اخبار معاك يا فندم. الحمد لله يا فندم. انا كنا بنتكلم على ما يسمى بثوره البنكوش، يعني احنا هنا بنتكلم على حدوث حاله تغير في المجتمع بقى ياخدنا بالزمن اننا نرجع لثوره 2011 ونيجي نبص على اثارها والحاجات اللي حصلت اثناءها، يعني كم حاله قتل وكم حاله خطف للاطفال والنساء، كم حاله نهب وتخريب للممتلكات، كم حاله تدمير للمنشات. فلو ده حصل تاني هيبقى بصوره اكبر وبكتير جدا. ليه؟ لان تطور عمليات التخريب، تطور اساليب الهدم، وده يعني يؤدي بصوره كبيره الى اغراق المجتمع. صحيح. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان الناس اللي هي بتحرض، انا امبارح فاتح الفيسبوك لقيت ناس كتير بتحرض، يعني يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ انت قاعد بره بتاخد راتب بالدولار وعيشتك مرتاحه وكل حاجه، المواطن اللي هنا ذنبه ايه؟ بس هو يستاهل. يعني انا ما ينفعش انقاد لواحد بعيد عنه، عاوز تعمل انزل تعالى هنا تبقى زيك زينا، لكن تكون قاعد هناك راتبك شغال بالدولار، رحلاتك شغاله، الدنيا تمام، وقاعد عمال تقول انزلوا واعملوا، ده ما ينفعش طبعا. احنا عاوزين نوضح للناس حاجه بس، ان اقتصادنا اقتصاد مصر من الاقتصاد النامي، يعني بيحتاج وقت عشان يظهر اثره على المجتمع. احنا الرئيس بقاله كام سنه؟ بقاله حوالي 6-7 سنين بنحاول نرجع مصر لمكانتها. جينا نفوق، اول ما فوقنا لقينا ازمه كورونا قعدت سنتين. جينا نفوق ونقول يا هادي ومصر هترجع، جت ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه، ودي برضه ضربتنا في مقتل، هي ضربت العالم كله بس ضربتنا احنا اكتر. ليه؟ لان احنا اقتصادنا نامي. احنا بنتكلم في اقتصاد ضعيف، يعني احنا مش زي المانيا. المانيا رغم كل اللي فيه ده وجبروتها وكل ده، ازمه كبيره، انت فاهم، الناس متاثره هناك، ما بالك احنا بقى. يعني احنا عاوزين الناس تصبر. احنا ان شاء الله يا دكتور. يا جماعة احنا عاوزين الناس كلها تتكاتف تبقى ايد واحدة. برضو من ضمن الحاجات اللي لقيتها امبارح على الفيسبوك واحد بيقول الخروج على الحاكم. يا حبيبي ما تتكلمش في الدين من غير ما تكون فاهم. الخروج على الحاكم ده في حالتين اثنين، يا كفر صريح وده الحمد لله لم ولن يحدث، يا اما خروج عن اثر الشريعة اللي هو مثلا دعوة لترك الصلاة، دعوة لاغلاق المساجد، ده لم يحدث الحمد لله. مساجد مفتوحة طوال اليوم، حلقات تحفيظ القرآن، في اهتمام من الرئيس، شفنا اهتمام الرئيس بالرموز الدينية زي شيخ الأزهر، دكتور أحمد عمر هاشم، كون إن الرئيس يقبل يعني يقبل رأس دكتور أحمد عمر هاشم ده دلالة واضحة على تقديسه لمكانة العلم والدين، صح ولا لأ؟ صحيح. وإلا فهيبقى معاملة عادية يعني. آخر حاجة بنتكلم فيها إن الرئيس من أكتر الناس اللي ابتدعوا لتجديد الخطاب الديني. فهنا مفيش، ما ينفعش حد يجي يقول لي خروج على الحاكم. خروج على الحاكم من صفة ايه؟ بتخبط في الدين وبتخبط في كل حاجة، ما ينفعش طبعا. ويعني ان شاء الله نتمنى ان الناس ان شاء الله. يا دكتور شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا ليك. معانا الاستاذ محمد سعد من القاهرة. انا مع الباشا. اتفضل حضرتك. يا مرحب. والله يا باشا احنا المحصرة شرق بتفرح اليوم. الخونة اللي في الخارج كانوا بيدعوا النهاردة للنزول. لا احنا بمنطقة المحصرة شرق
الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى والقوة الحاكمة والسيد الرئيس. أنا يعني هنا ده أب كل المصريين، إحنا مع السيد الرئيس نعم للإنجازات. بنشكر من منبرك الإعلامي وزارة الداخلية على المجهود اللي هم عاملينه بطريقة يعني، وأشكر سيادة وزير الداخلية، نعم. أشكر قائد الأعلى للقوات المسلحة، أشكر جيش مصر، أمال دول شوية خونة. شكرا ليك. طبعا عم محمد شكرا ليك، ودي مشاعر وطنية من ناس مواطنين مصريين، احنا بنحس الناس دي بتكلم من قلبها. معانا سيد صلاح ابو العنين من الدقهلية، اتفضل صلاح بيه. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا مصطفى بيه. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. والله يا مصطفى بيه ربنا اللي حارس مصر، نعم، ومهما عملوا ومهما قالوا ومهما اتكلموا مصر ربنا حافظها. وعايز اقول لحضرتك حاجه، الكلاب تعوي والمتيرة تسير. نعم. والله نعم. مصر ربنا أمنها وحفظها، نعم. بسيادة نعم. رئيسها، رئيس مصر اللي العالم كله نعم. اعترف بيه. وطالع نعم. النهاردة البنت أخت الخاين اللي اسمه علاء عبد الفتاح تعتذر للنائب محمد إسماعيل اللي هو أحرجوه في قلب المؤتمر. عمرو درويش. بعد إيه؟ عمرو درويش. بعد إيه تعترف؟ نعم. شكرا ليك. معانا دكتور. دكتور هشام، دكتور هشام ربيع من منصورة. دكتور هشام اتفضل. ما حدث اليوم هو أكبر نصرة نعم. لمصر ولقيادة مصر. نعم. رئيس ما قاله اليوم الرئيس بايدن نعم. وتقديمه ودعمه للنظام المصري ودعمه للمؤتمر نعم. ونجاح باهر للمؤتمر أكبر دعم وأكبر دليل على استقرار هذه الدولة نعم. وعلى عظمة القيادة المصرية. نعم. 197 دولة أو 200 دولة عندك على أرض مصر بتشهد نقلة نعم. حضارية، والكل يدعم دعم للتغيرات المناخية. السيد رئيس أمريكا جون كيري بعديها أثناء الحلقة بتاعت حضرتك كمية من المساعدات، ده أكبر دليل على ان القياده المصريه محل ثقه. نعم صحيح. انا بعتبر اليوم يوم باهر لمصر وافريقيا. المؤتمر ناجح، وكل وسائل الاعلام على مستوى العالم تتناقل النجاح المصري في تنظيم هذا المؤتمر. شكرا ليك يا دكتور هشام. معانا المهندس عبد الرحمن الشهاوي من الدقهليه. باشمهندس اتفضل. زي ما عليك. يا مرحبا. تحياتي لحضرتك وبرنامجك الجميل. الله يخليك. انا بس عايز اقول النهارده ان الشعب المصري الشعب المصري اعتذر للمرتزقه والكونه، اعطالهم درس في الوطنيه وعلى نعم. الحكومه. بس انا عايز اقول برضك كلمه للحكومه، ان تعلم انه ليس لدينا بديل الا توفير المناخ المناسب للشباب للاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعي ودقه ساعه العمل. صحيح. فخامه الرئيس النهارده كان بيستعمل الرئيس بايدن، وعايز اقول النهارده على ارض مصر كون السيد الرئيس فخامه الرئيس يطلب للدول الناميه تدعمها فيما يتواكب مع الاثار السلبيه اللي حصلت لها من التغيير المناخي. ده على ارض مصر تمنياتي لحضرتك وللشعب المصري ولفخامه الرئيس بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. ربنا يكرمك. انا اعتقد زياره الرئيس بايدن وحضوره هذا المؤتمر هو تقدير لموقف مصر واهميه هذا الدور المحوري اللي بتلعبه مصر على الساحه العربيه وعلى الساحه الدوليه. واعتقد انه حتى التصريحات اللي احنا سمعناها من البيت الابيض او من بايدن قبل ان ياتي الى قمه شرم الشيخ، من المؤكد انه بالتاكيد عندما جاء اذا كان ادرك، ويجب ان يدرك هو او غيره حقائق الوضع على الارض. احنا مش هنقعد يا اخواننا كل شويه طلعوا لنا فلان وطلعوا لنا علان. وانا كلمتكم امبارح عن سعد الدين ابراهيم لما هددونا بمنع المعونه، وكلمتكم عن ايمن نور لما قالوا ان احنا مش هنستقبل الرئيس حسني مبارك في هذا الوقت في امريكا. احنا مش ساحه مستباحه، احنا مش بلد تتلوي درعها، احنا بلد يضرب بجذوره في عمق التاريخ، احنا بلد الحضاره، احنا 5000 او 7000 سنه موجودين على هذه الارض الطيبه. النهارده لما يتكلم بايدن ويقول ان مصر هي ام الدنيا وانها انسب مكان لانعقاد مؤتمر المناخ،
ولما يشكر الرئيس السيسي على دور مصر في القضية الفلسطينية وما يقدم له الشكر على حسن الضيافة وتنظيم المؤتمر، ده شيء مهم جدا. يمكن بايدن كان وعد العالم انه هيقدم 11.4 مليار دولار من التمويل المناخي الدولي بحلول عام 2024، لكن في ظل يعني اللي حاصل وسيطرة الديمقراطيين على الكونجرس دلوقتي، يمكن الإدارة مش ما قالت مش هقدم الا مليار دولار فقط. على كل حال، إذا كانت زيارة بايدن زي ما قال هو فرصة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر، فهذا أمر جيد بشرط عدم التدخل في الشؤون المصرية بأي حال من الأحوال. عموما تعالوا نشوف تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. معانا العمدة رضوان منصور من الأقصر. يا عمدة تفضل. ازيك يا مصطفى بيه؟ يا مرحبا. مرحبا بك يا باشا، منور والله، والدنيا كلها منوره في مصر. والله ده نورك ونور قرايبنا في لوكسور. احنا فرحانين من اللي احنا نصنع الخونة. طبعا طبعا. واحنا ناس لوكسور اخوتنا حاملين البلد قلبا وقلبا مع السيد عبد الفتاح السيسي. ربنا يبارك فيك ويكرمك. اقسم بالله احنا ناس يعني احنا عايزين العمار وفي دنيا امان عندنا هنا. ده كفايه ان احنا في امان يا باشا. نعم. يعني كفايه ان احنا عندنا يا باشا هنا امان في البلد. غير الاول. والسياحة عندكم ما شاء الله يا عمدة دلوقتي. بالصلاة على النبي يا باشا، السياحة تشتغل عندنا الله أكبر. ما فيش ولا 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 سرير فاضي. ربنا يدي الصحة للسيد عبد الفتاح السيسي. ربنا يكرمك. صراحة يعني ربنا يديله الصحة والله يا فندم. وإحنا حامين بلدنا مع الشرطة يا باشا. أيوة يا عمدة طبعًا. إحنا الصعيد الحمد لله حامين بلدنا مع الشرطة. طبعًا طبعًا. ونهارده وقفنا معاهم إحنا قلبًا وقالبًا. ربنا يكرمكم يا رب. إن شاء الله دايمًا مصريين بإذن الله، ده إحنا مصر مذكورة في الإسلام. طبعًا. شكرًا يا فندم. تشكرين يا عمدة، ربنا يخليك، شكرا. معانا سامي خليل من المحلة الكبرى بالغربية. أستاذ سامي تفضل. ازيك يا أستاذ مصطفى؟ يا مرحبا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونعم بالله. أعلم أن الخونة في الداخل والخارج يتابعون برنامجك، وأنا كسامي أتمنى مناظرة مع كبيرهم الذي علمهم خيانة الأوطان، رغم أنني والله لا أطيق سماع أصواتهم لأن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وإنني أتعجب يا سيدي من جون بايدن ورئيس وزراء بريطانيا وألمانيا عندما تركوا مشاكل شعوبهم ومشاكل الغذاء والطاقة وجاءوا يتحدثون عن شخص مسجون جنائيا. وكل دولة تدخلوا فيها عشعشة الخراب. أين الحرية والديمقراطية التي وعدوا بها العراق وليبيا واليمن وغيرها وغيرها؟ الرسالة الثالثة يا سيدي، أتوجه بخالص الشكر والاحترام والتقدير إلى جهاز المخابرات العامة المصرية ورجال الأمن الوطني والشرطة المصرية عن بكرة أبيها، لأنني لفت المحلة بعربة لقيتهم واقفين يقصقصوا لب. هؤلاء الرجال الأبطال لا ينتظرون منا جزاء ولا شكورا، ويكفي أنهم يحاربون منتخب مخابرات العالم وينتظروا جزاءهم من الله. أما ختاما بالنسبة للرئيس السيسي، أقول للرئيس أنا عارف أنك رجل صوفي ومتدين وطيب القلب، واليوم أعطاك الشعب تفويضا رهيبا وكأنها انتخابات جديدة، وعليك ألا تتضايق أو تتمئز. ألم تعلم يا سيادة الرئيس أن الله خلق الجنة وخلق النار، ومثلما خلق الطيور الأليفة وخلق الأزهار أيضا خلق الصراصير والفئران ومكانها الجحور والصرف الصحي، فهل تتألم من هؤلاء؟ ما عدتش بقى يا سيادة الرئيس تقول كنت بتقول علي بطل. هو أنا مش بطل؟ لأ انت بطل بدليل الشعب النهاردة ادالك حقك تالت ومتلت، والإخوان ماتوا إلى الأبد. وأتمنى أن تسمح لي الأقدار يوما أن أسلم عليك وأقابلك وألقي كلمة في أي مؤتمر قادم. حماك الله يا عبد الفتاح السيسي، وشكرا لأخويا الأستاذ مصطفى بك. شكرا ليك، شكرا ليك أخي سامي. معنا دكتور حمدي حسين من القاهرة. يا أستاذ مصطفى أهلا يا دكتور، تفضل.
اولا انا بأهنئ سيادتك وبأهنئ الشعب المصري بهذا النجاح الباهر لمؤتمر كفر الشيخ. وفي نفس الوقت بأهنئكم مرة اخرى بهذا السقوط المدوي لاعدائنا واعداء مصر. مصر هي كنانة الله في ارضه. ومن ارادها بسوء قسم الله ظهره. وابناؤها في رباط الى يوم الدين. وهم خير أجناد الأرض. وما يجري الآن من عداء ظاهر وأكاذيب وشائعات ومحاولات للتدخل في الشأن الداخلي في مصر هو تأكيد للدور الذي تقوم به الدول الاستعمارية على مدار التاريخ. صحيح. وهم يؤرقهم أن تنهض مصر وأن تتبوأ مكانتها التي تليق بها بين الأمم. ولكنهم عميت أبصارهم عن رؤية الواقع الجديد. وهؤلاء لا أدري على ما يحتجون. هل يحتجون على ما أحرزته مصرنا الغالية من نهضة في شتى مناحي النشاط البشري والحضاري، أم يحتجون لأنها استعادت كثيرا من مكانتها السامقة وهي التي مكنتها من عقد مؤتمر كبير في حجم مؤتمر المنام في شرم الشيخ؟ عاشت مصر حرة عزيزة، وعاش شعبها أبيا منصورا بإذن الله، وعاش قائدها موفقا حكيما تحرسه عناية الرحمن، وخسئ وذل هؤلاء المرجفون. وشكرا لسيادتك. شكرا لك يا دكتور، ألف شكر. معانا هشام أحمد من حلوان. سيد هشام تفضل. حضرتك احنا النهاردة ضربة قوية للإرهاب كله والدعاوى التخريبية، الحمد لله ما يمكرونا ويمكر الله والله خير وماكرين. النهاردة دعوة خايبة ان هم يظهروا نفسهم للعالم ان هم مفيش حد، ان هم ارخص واقل من اي حاجة. بصراحة احنا كشباب مصري حر دخل الجيش وعارف قيمة مصر والقيمة بتاعتنا وقيمة رئيسنا اللي احنا اخترناه وقفنا في ظهره ونفضل طول عمرنا وقفين في ظهره، ان مصر قوية برئيسها. شكرا. احنا ربنا يخلينا رئيس الرئيس بتاعنا. وشكرا لبرنامج الهادف مش الاعلامي الكاذب، الاعلامي اللي بيروج للاشاعات وبيروج للكذب وبيروج لكل دعاوي كذب هم ادعوها بالكذب. استاذ مصطفى يا ريت كل الناس تبقى زي برنامج حضرتك. ربنا يخليك يا هشام. لخاطر مصر، احنا كلنا في ظهر مصر. شكرا. يا ريت مصطفى دعوه بعد اذنك للاعلام للزمايل حضرتك ان هم إن يكلموا في نفس منهج حضرتك. شكرا. شكرا استاذ هشام. معانا مين؟ معانا استاذ احمد عبد الفتاح من القاهره. استاذ احمد تفضل. اهلا بيك استاذ مصطفى. يا مرحبا. النهاردة صفعة جديدة من الشعب المصري الواعي للإرهاب، الإرهاب اللي بيمثله تنظيم الإخوان الإرهابي. نعم. اليوم آخر مسمار يدق في نعش الإخوان الإرهابية. نعم. إلى الإخوان الإرهابية. نعم. فشلتم عندما أردتم تشويه التنظيم الناجح لقمة المناخ بشرم الشيخ. صحيح. فشل. إلى الإخوان الإرهابية. انتوا كنتم مستنين وصول بايدن. طيب بايدن جاب 500 مليون دولار لتحويل مصر لمركز للطاقة الخضراء. الى الاخوان الارهابية. فشلتم عندما اردتم ارباك الدولة. الى الاخوان الارهابية. فشلتم وانفقتم ملايين الدولارات على دعوتكم الفاشلة اليوم. وكان اليوم الجمعة يوما عاديا، ذهبنا الى صلاة الجمعة كالعادة ثم إلى التسوق والعودة إلى بيوتنا. إلى الإخوان الإرهابية، لن ينسى الشعب المصري جرائمكم، لن ينسى الشعب المصري جرائمكم. إلى الإخوان الإرهابية، لن ننسى دماء الشهداء، دماء الشهداء لن ننساها، لن ننسى تطرفكم الصهيوني. فكل بيت مصري به شهيد، ولن يسمح الشعب المصري بما فعلتموه بنا من قبل من سفك وإراقة للدماء. إلى الإخوان الإرهابية، أنتم قولا واحدا سفاحون. إلى الإخوان الإرهابية، أنتم خائنون لبعضكم البعض. الإعلام المصري المقاتل الواعي سيتصدى لكم وسيفضحكم دائما دفاعا عن الشعب المصري. إلى الإخوان الإرهابية، موتوا بغيظكم. إلى الإخوان الإرهابية،
أنتم فشلة، أنتم قتلة، أنتم تجار دين. شكرا أستاذ أحمد عبد الفتاح. معانا الكاتب أحمد بكر سليم من 15 مايو. أستاذ أحمد اتفضل. يا مساء الفل على سعادة النائب مصطفى بكري. أنا أولا قبل ما بحيي الشعب المصري أنا بحييك أنت، ربنا يخليك. أنت البطل اللي كنت واقف تقاتل، ربنا يخليك. كشفت الميل المحسوس والهدف الأمريكي لإضعاف مصر وتفشيلها. 11-11 مدفوعة الأجر، لا مدفوعة بالطبائع. أحييك، وقفت وقفة راجل، كشفت المارقين والفاسدين وتراجعوا. الشعب المصري فاق وعرف ان هؤلاء المارقين مأجورين عليهم، وانت وقفت تقاتل في اسكندرية بتهتف باسم مصر. انت الوحيد الاعلامي. شكرا. والنائب الوحيد اللي زملائنا كتير معانا في الخندق ويدافعوا، وقناة صدى البلد الحقيقة استاذ احمد من القنوات اللي واخدة موقف قوي وفاعل ووطني. لا بنستضيف حد من الخونة ولا نؤمن بحكاية اللي مش عارف مين واللي طالعين من هنا ولا ما فيش. احنا موقفنا واضح، احنا مع الدولة واحنا مع القيادة واحنا مع الشعب اولا في كل مشاكله وفي كل قضاياه، نتبناها وندافع ونقول للحكومة ده صح وده غلط بدون تردد، لان دي رسالتنا الاعلامية. انا بشكرك استاذ احمد الكاتب احمد بكر سليم، شكرا لك. معنا محمود من نجا حمادي. استاذ محمود اتفضل. وعليكم. وعليكم السلام. انا بقى معايا رسالة للمندسين والخوني. أيوة. لهم 11-11 او عدي. أيوة. وكان قبله 25. فينكم يا شوية طراطير؟ ما تعبتوش كتبوه تضليل؟ ولما هي بلدكم وعايزينه ليه عايشين برا وسايبينه؟ ده انتوا لا منها ولا عارفينها ولا ليكم فيها عناوين. الله وربنا يهديكم ياخدكم، ولا حالفين يتعشوا شياطين، رغم الشياطين تفهم عنكم وهحسبها لكم لو تايهين. طب شفتوا شيطان يتم اسره ولا فجر دبابه وكمين؟ طب شفتوا شيطان قال لي ما كفره وعشان كرسي تجرب الدين؟ ده لما يبان ولا يلمسني بالقران ثانيه يسيبني. فاهم ايه يعني القران وعارف قيمه البني ادمين؟ وانتوا لا فاهمين ولا عارفين، جاتكم لنا منين جايين؟ امتى تفوقوا تعرفوا ديني ونشوفكم طيبين وطاهرين؟ امتى تفوقوا تقروا تاريخني وتعرفوا قيمه المصريين؟ ولا الملايين عمت قلوبكم وفاهمكم بلسه تاني راجعين؟ والله ما نفضل على واحد ما هيخليكوا تاني يا خاينين. ده لو هنضحك نضحنا زمان وافهموها، جاكم الطين. وبشكرك. شكرا استاذ محمود وشكرا لنجا حمادي. شكرين. هي دي مصر العظيمه، وهي دي مصر بشعبها. ناس بتتصل بينا تلقائيا ما اعرفش هتقول ايه، لكن احنا على ثقه في ان شعبنا بقدراته وايمانه ووطنيته دايما بيضرب المثل وبيضرب القدوه. مصر العظيمه، وهو ده مصير الخونه والمتامرين مهما يعني انفتحت ليهم الدنيا او هيئت لهم بانهم خلاص يعني عمرهم ما هيبقوا بعاد عن ايد امننا واجهزتنا، من المخابرات العامه للامن الوطني للمخابرات الحربيه. الناس دي مهمتها حمايه امن الوطن ومواجهه كل من يتامر على هذا الوطن. من كام يوم مواقع التواصل الاجتماعي بتردد وبتتكلم، ومواقع الخونه برضو بتقول تم القبض على ضابط سابق متامر اسمه شريف عثمان. شريف عثمان ده اتقبض عليه في احدى الدول الخليجية. الضابط ده بيحمل الجنسية الامريكية وهو اصلا مصري. تم القبض عليه بتهمة الدعوة للعنف والفوضى في احداث 11-11. ايه حكاية الضابط ده وهو مين؟ شريف عثمان ده كان ضابط وكان بيحصل على تدريب في الولايات المتحدة الامريكية سنة 2003. اثناء وجوده هناك هرب وظهر بعد فترة وتزوج من أمريكية. طبعا تم فصله من القوات المسلحة بسبب زواجه من أجنبية. بعد كده في 2011 تحول إلى شخص بيحرض ضد الجيش وضد الدولة المصرية، بيقول للضباط ما تطعوش الأوامر العسكرية. كان المحرض الرئيسي على محاولة اقتحام وزارة الدفاع في الوقت ده. شريف ده اختفى تماما بعد ثورة 30 يونيو وأصبح عنصر خامل. بعد كده ظهر تاني في 2019 وأصبح على صلة مباشرة بالمقاول الفاسد محمد علي الهارب في أسبانيا وآخرين. وكمان كان بيعمل فيديوهات مسيئة لجيشنا العظيم وللدولة المصرية
وبيحرض على هدم مؤسسات الدولة ونشر الفوضى. من فترة شريف عثمان سافر إلى كندا، ومن هناك توجه لدولة خليجية بجواز السفر الأمريكي. وعند وصوله إلى هذه الدولة الخليجية، السلطات قامت باعتقاله وتوجيه اتهامات ليه بالتحريض على العنف والفوضى في مصر، من خلال اللي شافوه، من خلال انه موجود على الكمبيوتر. طبعا الخاين ده هيكون مصيره فين؟ انتوا عارفين هيكون مصيره فين، وسيعاقب بأي تهمة. انتوا عارفين التهمة اللي موجودة، من التجسس للخيانة للتآمر للتحريض على الدولة لإهانة مؤسسات الدولة. عشان كده بقول لكم وبقول لكل الخونة اللي بره، شوية المجانين اللي بنشوفهم فعلا وانت بتشوفهم كده يجيبوا لك ارتكاريا، بقول لهم مصيركم هو مصير الخاين ده، مفيش حد فيكم هيفلت طال الزمن ام قصر. الشعب المصري مش هيتسامح مع خيانكم ابدا باي حال من الاحوال، والايام بيننا ومصر دايما هتفضل رايتها مرفوعة وهامتها تصل الى الافاق باذن الله. فاكرين لما الرئيس السيسي اتكلم في 28 ديسمبر 2021 عن الفساد اللي موجود بمجالس إدارات بعض الشركات؟ احنا لا نتجنى على أحد، ويعلم الله ان احنا لو قلنا حاجة غلط على حد يعني ضميرنا بتوجعنا، ونتمنى ونعلن اعتذارنا عن أي خطأ إذا حصل، وبندقق في كل كلمة تتقال لأن دي سمعة ناس، ما بنحبش ده أبدا بأي حال. احنا كشفنا عن تضارب المصالح لأحد رؤساء مجالس إدارات شركة من شركات الأسمنت اللي موجودة في قنا النهضة، وقلنا انه كمان في حاجات بتتصرف بالكوم على مجالس إدارات عدد من الشركات من غير حسيب ولا من غير رقيب. والحقيقة يعني في القضية دي مش احنا بس اللي تحدثنا، تحدث زميلنا النائب حمادة الجبلاوي، تحدث أخونا عبده مغربي، وتحدث عدد من الناس، وطرحنا حاجات وتناقشنا في مجلس النواب، وطرحنا هذه القضية، والبرنامج ده كان بيتكلم، زي ما كمان اتكلمنا عن تقرير الجهاز المركزي بخصوص رئيس شركة كيما أو العضو المنتدب بشركة كيما. الأسبوع اللي فات الحقيقة اجتمع مجلس الإدارة برئاسة السيد مهندس عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة، قرروا أولا عزل رئيس الشركة أو اللي هو العضو المنتدب اللي هو محمد حسين رضوان، وشالوه من مكانه، ورفضوا إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة، وقالوا لا احنا هنشوف الحاصل ايه وقد نحيل الى النيابة. وفي نفس الوقت شالوا ايضا رئيس او العضو المنتدب لشركة اسمنت النهضة في قنا. الحقيقة انا عايز اوجه التحية الى وزير قطاع الاعمال سيد المهندس محمود عيسى، هذا الرجل اللي من اول يوم فتح كل الملفات وشاف كل التجاوزات وبقى مستغرب. وانا عايز اقول اني عصابة هشام توفيق لسه موجودة. عصام توفيق كان يجيب ناس مخصوص وعارف تجاوزاتهم، وياما اتكلمنا في البرنامج ده، وبعض الناس قالوا انت بتتجنى. طب هذا هو هشام توفيق اللي عمله أكتر من مرة يخلينا نتساءل ليه كان بيتستر على الناس دي. لما اتكلمنا بقول ان في بعض الناس قلنا وقالوا لنا استاذ مصطفى بلاش تجني، اهو مش احنا، الشركة القابضة هي اللي خدت القرارات. تعالوا نشوف احنا قلنا ايه قبل كده. الرئيس قال بأمارة ايه؟ مجالس الإدارات فلوسها بالكوم. والله يا فندم في ناس بتاخد مئات الآلاف. أنا أعرف رئيس شركة قابضة يا فندم مرتبه 80,000 جنيه، واخد بدلات من شركتين، رغم إنه الأمر بيقول شركة واحدة بس 2 مليون جنيه السنة اللي فاتت، اللي هي في 30/6.
وعندي الاسم وعندي كل حاجة. وأنا يا فندم هضرب لك مثال واحد على تضارب المصالح. عندنا في جنة في بلدنا شركة النهضة للأسمنت أو شركة النهضة للصناعات، جابوا لي رئيس مجلس إدارة موجود دلوقتي أو عضو منتدب تنفيذي ألف شين كاف. جابوه إزاي يا فندم؟ الراجل ده بيسكن إلى جوار المدير التنفيذي للشركة القابضة في التجمع، خده وداه للوزير وقال له فندم ده كفاءة وكذا وكذا وكذا، خلاص يتولى شركة النهضة للأسمنت. اتفق معاه وبعد ما قال للوزير خلاص اعتمد الموضوع، ده راجل شاطر هيمسك النهضة. أنا هنا مش هناقش صلاحيته من عدمها، لكن أنا بناقش يا فندم تضارب المصالح ومدى تأثيره على المصلحة العامة. السيد المدير التنفيذي ألف شين كاف ده بيمتلك شركة تسمى شركة التجار الفراعنة لبيع وتوزيع الأسمنت، ودي من الشركات اللي بتتاجر في الأسمنت. وحذكر اللي قاله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اللي قال إن العضو التنفيذي ده، العضو المنتدب التنفيذي ده اللي هو ماسك المصنع هناك في جنة، قام بصفته صاحب شركة التجار الفراعنة لبيع وتوزيع الأسمنت، دي شركة خاصة. قام عمل إيه؟ حرر عقد، ما هو ناصح بقى ودماغه مفتحة، عمل عقد توزيع أسمنت مع شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال وتابعة للشركة الكيماوية، الشركة القابضة للكيماويات. الشركة دي اسمها إيه؟ شركة المحاريس والهندسة. كان مين ماسكها؟ كان ماسكها السيد محمد حسنين رضوان اللي هو ماسك كيما دلوقتي، كان هو العضو المنتدب. قال له تعالى بقى خليك انت الوسيط المحلل يعني لشركتي، هتاخد مني اسمنت وتديه لشركتي، وهديك يعني ناخد ارباح 50% و50% مع شركته الخاصه. انا هديك من المصنع اللي انا موجود فيه وتاخده وتوزع وتوصله للشركه بتاعتي وبعدين نتفاهم. كان الهدف زي ما قال ان احنا يعني شركه المحاريس دي هتاخد نصيب من الربح. ده انت يا راجل رئيس مجلس اداره النهضه ورئيس مجلس اداره شركه تجار الفراعنه وجايب لك شركه وسيطه اللي هي المحاريس والهندسه وبتقول لها تعالي. انا بقول كلام الجهاز المركزي للمحاسبات، انا لا اتجنى على احد، والموضوع ده مثار تحقيق في مجلس النواب الان. يا عم الحاج انت هو في ايه؟ البلد مش ناقصه يعني بلاوي اكتر من اللي هي فيها. اوعى تفتكروا ان الرئيس اتكلم كلام تلقائي كده، لا، الرئيس عنده معلومات والرئيس شايف ان في اوضاع فاسده كتير، واحنا لن نسكت، لن نسكت على اي فاسد ايا كان هذا الفاسد. دي مصلحه بلد ومصلحه وطن، وقائد بيسعى بكل ما يملك انه يبني البلد. طيب يعني شفنا ايضا رئيس مجلس اداره شركه كيما اللي هو ابعدت الشركه القابضه وابعدت مجلس الاداره كله بعد ما قدم استقالته، وقال ان استقالته نتيجه المناقشات اللي جرت في الجمعيه العموميه ورفض اخلاء مسؤوليه مجلس الاداره. عارفين شركه كيما محققه خسائر قد ايه؟ حوالي 1.42 مليار في العام المالي السابق. تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف عن ان العضو المنتدب ده باع بموافقته سماد باقل من ثمنه ب20 دولار، وسمح بمنح شركه النقل علاوه 10 دولار لكميه 100,000 طن باجمالي 3 مليون دولار. الكلام ده على حساب مين؟ ده غير اللي بيتم في التحقيقات في اهدار حوالي 600 مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي. تعالوا نشوف فيديو خاص لحقائق واسرار لرئيس الشركه القابضه للصناعات الكيماويه المحاسب عماد الدين مصطفى وهو بيأكد على عدم إخلاء مسؤولية مجلس الإدارة اللي بيترأسه السيد محمد حسنين رضوان في المخالفات اللي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات. للأسف الشديد نتيجة لطبعا توصية الجهاز المركزي، فإحنا مضطرين إلى عدم إخلاء مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن المركز المالي ونتائج الأعمال المعروضة عن العام المالي المنتهي في 30/6/22. الموضوع ده في الحقيقة أنا موضوع مؤلم بالنسبة لي شخصيا، ولكن بإذن الله
بعد حضراتكم قبل الجمعيه العموميه اللي جايه لابد ان نكون حسمنا هذه الامور، اللي عليه شيء هيتم اتخاذ اجراءات، واللي ما عليهوش اعتقد ان باذن الله تعالى لو ربنا احيانا هيبقى الجمعيه الجايه حاسمه لهذا الموضوع. فانا بعتذر جدا للساده اعضاء المجلس ولكن مضطرين لهذا الموضوع. انا كمان يعني بقول للسيد وزير قطاع الاعمال، وانا عارف انه بيتابع كل حاجه، بقول له بص على ملف الشركة القابضة للتأمين يا سيادة الوزير، بص على تضارب المصالح في الشركة القابضة للتأمين، واحنا عندنا المستندات الكاملة، احنا على ثقة يا سيادة الوزير انك مش هتسيب حاجة، وهنقدم كل ما نمتلكه من مستندات عندما تطلب منا في اي جهة من الجهات. مفيش كلمة بنقولها في هذه القناة بدون مستند، لا نتجنى على احد ولا نشهر بأحد. وزي ما قلت لكم شركة القبضة للصناعات الكيماوية هي اللي خدت القرارات، وهي اللي رفضت إخلاء المسؤولية، وهي اللي شالت رئيس شركة أو العضو المنتدب بشركة النهضة. ليه؟ لأنه الدلائل واضحة وتضارب المصالح واضح. كمان أرجو أن يتشاف القبضة للتأمين، وأنا على ثقة بالفعل أن السيد الوزير بالتأكيد سأخذ القرار الصحيح في كل هذه الأمور. ناخد بقى شوية شكاوي قبل ما نقفل. سكان قرية صديق المنشاوي، وهي قرية صحراوية وتقطن ببطن الجبال، تم استلامها للخريجين من سنة 96، ومنذ استلامها بيعاني سكانها من نقص في الخدمات العامة. القرية دي كانت قد تعرضت بالكامل للتعدي بالسلاح على معظم أصحابها في أوقات سابقة، والاستيلاء على أراضي فيها من قبل الجماعات الإرهابية اللي فروا من السجون أيام محمد مرسي وأيام يناير لولا تدخل المجلس العسكري في هذا الوقت. احنا بنرفع هذه القضية للمسؤولية. مؤقتي وزارة الزراعة الحاصلون على أحكام قضائية وعددهم 450 شخص. السيد المهندس السيد وزير الزراعة السيد القصير وافق على التحاقهم بالعمل، إلا أن لجنة الموارد البشرية بتعطل استلامهم حتى الآن. يا جماعة نرجوكم بسرعة، طالما في الناس دي خدت قرارات قضائية والسيد وزير الزراعة وافق، أنا بستغرب. كفاية اللي عايشينه مؤقتا عددهم 66,000، كفاية دي ناس زهقت من حياتها 24 سنة، ورئيس الوزراء وعد وللاسف ما فيش حاجه اتنفذت. فكمان تقولوا ياخدوا احكام، ولما خدوا احكام والاحكام دي على فكره تثبت احقيه ال 66,000، انا بطلب بالفعل اولا تنفيذ ال 450 حكم، وبطلب من الجهات المسؤوله من السيد رئيس الحكومه ومن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره والوزراء المعنيين خلصوا هذه المشكله لوجه الله، لان ده حق من حقوق هؤلاء الناس. وصلتنا شكوى من بعض أعضاء جمعية أحمد عرابي الزراعية، وهي من أقدم وأكبر الجمعيات الزراعية في مصر على مساحة حوالي 12,000 فدان، فيها استثمارات تزيد على 100 مليار جنيه. الناس اللي بعتوا لنا الشكوى قالوا إن الجهات المسؤولة تقاعست عن إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد قبل نهاية المجلس الحالي حتى انتهت مدة المجلس، ولم يقوموا بتعيين مجلس مؤقت لإدارة الجمعية واعتماد الصرف من حسابات الجمعية، وانتهت فترة المجلس توقف الصرف على كيان الجمعية اللي بيديروا حوالي 550 موظف، وانتهى يعني الوقود اللي بيشغل بيه العربيات ومعدات الجمعية كله تعطل، وطلمبات ضخ المية لغاية يعني اتقطعت المياه كمان عن كل الناس. احنا بنطلب بالفعل من الجهات المسؤولة التدخل، لانه حرام تتعطل جمعيه بكل شغلها وبكل عملها وبكل موظفيها. طيب، يشكو سكان قريه ام الشعور بمركز الحامول بمحافظه كفر الشيخ بوجود مشاكل في مشروع الصرف الصحي. تقدموا بشكاوي متعدده للجهات المعنيه، وثقوا كل المخالفات اللي بتتم بالمشروع، ولم يتلقوا ردا عليها حتى الان. عندنا شكوى من اولياء امور تلاميذ مدرسة حمر دوم
ناجي ربيع بخصوص عدم وجود مدرسين بالمدرسة، رغم ان عدد المعلمين بالمدرسة 21 معلم ولم يحضر سوى 2 فقط. انا برفع الشكوى دي للسيد وكيل الوزارة في قنا وللسيد وزير التربية والتعليم. يعني يا جماعة حمرة دوم ابو حزام ما سقطتش من 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 الدنيا. يعني من فترة بنتكلم على اوضاع المدارس هناك، كان في مشكله في الازهر والبتاع المسائيه الدراسه المسائيه، وادي مشكله في مدارس حمرة دوم مره اخرى. احنا بنتمنى بالفعل انكم تعطوا اهميه لهذه المنطقه الهامه اللي حرمت كثيرا ومشاكلها بلا حدود، ومحتاجين نلم الدنيا هناك. وكمان مره اخرى بقول ان الناس دي، وبتوجه مباشره السيد مدير امن قنا مساعد وزير الداخليه ومدير امن قنا، الناس دي عملت شهر عقاري على حسابها، والسيد رئيس جهاز شهر عقاري وعارف ده، ومكتب البريد عملوا الناس على حسابهم، والسيد رئيس يعني البريد يعرف هذا الكلام، وخلصوا على حسابهم. ومع ذلك حتى الآن كل شوية يقولوا لنا الدراسة الأمنية. يا جماعة الناس مفروض الدراسة الأمنية انتهت، الناس دي عاملة المكان ده خلصان من حوالي 4 شهور ولا 5 شهور. فاحنا بنطلب السيد مساعد وزير الداخليه ومدير امن قنا اللي احنا بنثق في انه بيتابع كل حاجه، انه يخلصوا تقرير الحاله الامنيه عشان الناس جاهزين بموظفينهم. وبنطلب برضه حل بقيه المشاكل. احنا واثقين ان السيد محافظ مدي اهتمام خاص لابو حزام وحمرة دوم، انما فعلا الناس مستعجله لانه في كثير من المشاكل. ايضا اخواننا لما بنقول ان في لعب في الكهرباء، وبتوجه للسيد المحترم الدكتور وزير الكهرباء، بقول له يا فندم هل يعقل امبارح تروح مجموعة كاملة تخش على وادي النطرون على المزارع اللي فيها حيوانات وتقول لهم انتم متأخرين في دفع الكهرباء ويقطع عنهم الكهرباء امبارح الساعة 2؟ يعني يقطع الكهرباء ويقطع الدنيا فلا في مية ولا في اي حاجة في مزرعة مثلا فيها 100 يعني بقرة ولا 100 عجل ولا 100 كذا، واحدة تانية بنفس الحكاية، واحدة تالتة نفس الحكاية، هل يعقل؟ الباشا ده مش المفروض اللي راح لهم مش المفروض يجيب الناس دي ويقول لهم بقدم لكم انذار اذا ما دفعتوش كذا يبقى هقطع عنكم؟ انت بتقطع عن مزارع فيها حيوانات؟ انت بتموتها؟ انت بتخرب بيت الناس؟ ما هو اللي انت بتعمله ده في عداء شرس للدولة المصرية، في تحريض على الدولة المصرية، في زيادة الاحتقان ضد الدولة المصرية. يا ناس راعوا 100 مرة بنقول لكم، يا بتوع الكهرباء راعوا، يا بتوع المية راعوا، يا بتوع المساكن اللي بتتهدد راعوا، راعوا ان في ناس وليها مشاكل. يعني الناس دي عندها اوضاع اجتماعيه صعبه، طيب احنا نساعد الناس دي نديهم انذار وكذا، محدش ضد حق الدوله ابدا. بس في حاجه اسمها يعني تراعي البعد الاجتماعي، في حاجه اسمها تحتوي المشكله وتحلها بالطريقه، انما بطريقه ان بتعمل ده بالطريقه دي هذا امر مرفوض. وانا برفع هذه الشكوى للسيد دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. في نهاية هذا البرنامج أنا بشكر الشعب المصري، بشكر أصالة الشعب المصري، بشكر قيادة الشعب المصري، بشكر كل مواطن أجهد مخطط استهدف حياتنا وأغلى حاجة عندينا اللي هي الوطن واستهدف استنزافنا. لكن عايز أقول إحنا منتصرين للدولة وللقيادة، لكن عندنا مشاكل لازم نناقشها ولازم نحلها ولازم نقول لصانع القرار يا فندم كذا، لان مش مهم انهاء ده، المهم انهاء اي احتقان يبقى موجود نتيجه مشكله او غيره. بكده نضمن استقرار بلدنا ونضمن امن بلدنا، اللي انا واثق ان كل شخص سواء كان جيش او شرطه او اجهزه امنيه او مواطنين في الشارع حريصين على امن هذا البلد. نلتقي بإذن الله يوم الخميس القادم لنناقش كثيرا من قضايانا الراهنة ولنبث دوما الأمل في نفوس الناس نحو غد أفضل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.